أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أن الطائرات التركية مستمرة في قصف مواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وأن الغارات الجوية حققت نتائج فعالة. وفي سياق آخر، أكد داوود أوغلو في مؤتمر صحفي عقده عقب استقباله دونالد توسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في أنقرة أن مسألة اللاجئين السوريين والفارين من الأوضاع في العراق وليبيا لا تحتمل التأجيل، وأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التنسيق مع تركيا والبدء بخطى مشتركة لحل هذه المشكلة.